السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأعرض لكم مجموعة من أحجار الكوارتز، ضمنها حجر كبير. هذا الكوارتز يكون هكذا كخام على الطبيعة، هكذا يكون، ثم قص هذا، دعه الآن. هذا كذلك الأمر بالنسبة لهذا كوارتز، هذا يعد أكبر حجر كوارتز في الوطن العربي، وزنه قرابة 15 كيلو. تبوا الآن آثار الأيرس أو القزحية، ويعد من أحجار الكلير كوارتز، كوارتز النقي. هذا هو، بسم الله ما شاء الله، وإلى لقاء آخر في أمان الله.